السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة، هنا المستوى الثالث، الأسبوع السابع عشر. هنا تتم معنا الحصة الثانية، أقرأ وأفسر بيان بالصور. الحصة رقم الأولى، أحسب ذهنيا وبسرعة. تسعة في كم تساوي واحد؟ تسعة في كم تساوي تسعة؟ تسعة في عشرة؟ تسعون. تسعة في خمسة؟ أربعة. خمسة وأربعون. تسعة في كم تساوي ستة وثلاثون؟ في أربعة. تسعة في أربعة؟ ستة وثلاثون. تسعة في أربعون؟ تسعة في صفر صفر، وتسعة في أربعة؟ ستة وثلاثمائة وستون. ثلاثمائة وستون. ستة في اثنان؟ ستة في اثنان تساوي ثمانية عشر. ستة في سبعة؟ ستة في سبعة تساوي ثلاثة وستون. أه؟ ثلاثة وستون. جيد. ثلاثة في تسعة في ثلاثون؟ تسعة في ثلاثة تساوي مائتين وسبعون. 270. تسعة في كم تساوي 540؟ 540 في 60. في 60. جيد. ثم 72. تسعة في 8 72. تسعة في كم تساوي 81؟ يمثل الميبيان جانبه حيوانات مزرعة في ضاحية مدينة الداخلة. كل صور تمثل حيوانا واحدا. كل صورك تمثل حيوان واحد. ما عدد الأبقار في هذه المزرعة؟ الأبقار واحد اثنان ثلاثة أربعة أبقار. عدد الأبقار في الغابة؟ أربعة. حسبي لي النبات. ما هو الحيوان الأكثر تربية في نديرو نحسبو بعدا باش نشوفو نكملو هادشي. الأغنام واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. باب. الدجاج واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. الخيول واحد اثنان ثلاثة. أرانب واحد اثنان ثلاثة أربعة. الجمال واحد اثنان. هذه الطريقة باش تعرفوا تحسبوا وتجيكم سهلة. إذا ما عدد الأبقار في هذه المزرعة؟ أربعة. ما هو الحيوان الأكثر تربية في هذه المزرعة؟ أنغام. أغنام لأنه سبعة. أنغام. أغنام. هل بكم يفوق عدد الأغنام عدد الخيول في هذه المزرعة؟ عدد الأغنام شحال كيفوق عدد الخيول؟ خيول سبعة. وهنا كاين غير ثلاثة. إذا نقول ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة باش نوصلو لسبعة. إذا أربعة كيفوقوه بأربعة. إذا أربعة أربعة. ما أقل الحيوانات تواجدا في هذه المزرعة؟ أقل الحيوانات هو الخيول. لا الجمال. الجمال كاينة جوج. أنا شفت في الصحراء خصها تكون الجمال هي اللي كثيرة. وقال في المدينة الداخلة هادشي راه داروا فيا تيبان لي ناقص. الجمال هي خصها تكون كثيرة من الأغنام كاع ولا أكثر من البقر مثلا هي الأقل. يمثل الميبيان جانبه حيوانات فتيات القسم الثالث بمدرسة ابتدائية. كل صورة تمثل فتاة واحدة. ما عدد الفتيات اللواتي يمارسن هواية الرياضة؟ إذا شنشوفو نحسبو بعدا. الرسم والتصوير شحال؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. أربعة. فن الطبخ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. الأوريغامي ما عرفتش شنو هي. المطالعة والإنترنت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. الرياضة واحد اثنان ثلاثة. الألعاب الإلكترونية واحد اثنان. ما عدد الفتيات اللواتي يمارسن هواية الرياضة؟ الرياضة الثلاثة. ما عدد كم فتاة تمارس هواية المطالعة والإنترنت؟ ستة. ما الهواية اللي يمارسها أقل عدد من الفتيات؟ الأوريغامي. شو واحد يقولنا شنو هي الأوريغامي؟ اشرح لنا الله يعطيكم الستر. أنا ما عرفناهاش. أرتبوا هذه الهوايات من شي لعبة ولا شنو هي؟ أرتبوا بحال اليوغا ولا شي حاجة. وتنظن ورتب هذه الهوايات من الأكثر ممارسة إلى الأقل ممارسة. من الأكثر ممارسة الأولى شكون هي؟ أكثر ممارسة هي المطالعة والإنترنت. ثانيا هي فن الطبخ. ثالثا هي ثالثا هي الرسم والتصوير. ورابعا هي هذه. رابعا هي الرياضة.
خامسا الألعاب الإلكترونية. وأخيرا سادسا الأوريغامي. صافي. إذا هي الطريقة اللي كنديرو. يمثل الميبيان جانبه عدد وأنواع السيارات بموقف سيارات بمحيط مدرسة ابتدائية، كل سيارة تمثل سيارة واحدة. احسب على العدد الإجمالي للسيارات في هذا. إذا كنفوتوا هذا الشيء وكنمشيو نشوفوا نحسبوا هما لو تويوتا واحد اثنان ثلاثة، نيسان اثنان، قري نوع ديال السيارة، داسيا داسيا داسيا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، فورد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هوندا 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 واحد اثنان، بوجو بوجو بوجو، واحد اثنان ثلاثة أربعة. احسب العدد الإجمالي للسيارات في هذا الموقف. العدد الإجمالي إجمالي هو ثلاثة زائد جوج، ثلاثة زائد اثنان هي خمسة، خمسة زائد ستة، خمسة زائد ستة هي 11، 11 زائد خمسة، 11 زائد خمسة هي 16، 16 زائد اثنان، 16 زائد اثنان هي 18، 18 زائد أربعة هي 22، 22 ها هو المجموع. إذن نقولوا 22 سيارة. ما نوع السيارات الأكثر تواجدا في هذا الموقف؟ هي داسيا. اه ولات موجودة داسيا في المغرب رخيصة وموجودة، والماتريال ديال ديك سميتو الغوشونجابل ديالها، يعني الموتور بغيتي شي حاجة تبدلها كتلقاو موجود البيس ديالها، يعني البيس لي بيس ديالها موجود. ما نوع السيارات التي تتواجد بنفس القدر في هذا الموقف؟ نفس القدر، نفس القدر هو اثنان اثنان. شكون هما؟ ما نوع السيارات هو نيسان و هوندا. نيسان وهوندا وهوندا ملكنا بجوج بنفس العدد. شو الصفحة الموالية اللي هي الصفحة الثانية من هذه الحصة الثانية؟ احسبوا ذهنيا وبسرعة. تسعة في كم تساوي تسعة؟ واحد. تسعة في خمسة هي أربعة، خمسة أربعة. تسعة في خمسون هي أربعمائة وخمسون. 50. 9 في كم تساوي 27؟ 9 في 30. 9 في 8 72. 9 في 20 هي 180. 9 في 4 هي 36. 9 في 10 90. 9 في 3 23. 9 في كم تساوي 54؟ 6. 9 في كم في 7 كم تساوي؟ 63. 9 في كم تساوي 12؟ 18. يمثل الميبيان جانبه الحيوانات الأليفة المفضلة لدى تلميذ فصل دراسي، تمثل كل نجمة حيوانين اثنين. كل عندك تنسى تمثل حيوان واحد، حيوانين اثنين، كل نجمة تمثل جوج الحيوانات. هنا راه كل قالب هنا تقول انت سمكة واحد جوج ثلاثة، على ثلاثة سمكة لا راه كتمثل جوج مرات. إذا الضربة فيه العدد ديما ضربوا فيه جوج. في جوج باش تفضل نحسبوا من الاولى عاد نمشيو نشوفوا هاد الاسئله دوم كما درتو كما قلت لكم دائما الطريقه تعتمدوها. سمكه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد ضربيه بجوج نيشان، ثلاثة في اثنان هي ستة، واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة في اثنان ستة. قولي لي هوكا هي الطريقة باش تما يتعلموا الأصدقاء ديالنا ثاني. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة في اثنان تساوي 12. كلاب كلاب واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة في اثنان تساوي ثمانية. طيور واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمسة في اثنان تساوي عشر. سلاحف واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة في اثنان تساوي ستة. أرانب واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثمانية أربعة في اثنان تساوي ثمانية. إذا حسبناها سهلة بطريقة سهلة، دير الطريقة ديالي. ما هو الحيوان الأكثر تفضيلا لدى تلاميذ هذا الفصل؟ هو 12 القطط. القطط. ما هو الحيوان الذي يفضله أربع تلاميذ فقط في هذا الفصل؟ أربع تلاميذ في هذا الفصل هو هذا هذا وهذا. ما هو الحيوان الذي يفضله أربع تلاميذ فقط في هذا الفصل؟ كاين شي أربع كاين شي حيوان كيف لا شي حيوان كيمثلو
ربعه. ما هو الحيوان الذي يفضله اربع تلاميذ فقط في هذا الفصل؟ كاين شي واحد اللي كيفضلوا اربعه؟ هادو سته اسحب اللي على عدد النجوم يمثلوا اربع تلاميذ. الفريق المفضلة لدى تلاميذ فضل تمثل كل أربع نجمة حيوانين اثنين. إذا هذا ما يمكنش. إذا هذا شحال كيفضلوه؟ يعني صفر. كسب صفر وصافي. ما يمكنش. إذا خلي جوابك صافي. لا شيء لا شيء. بكم يفوق عدد مفضلي الطيور الذين يفضلون السلاحف؟ الذين يفضلون الطيور على الذين يفضلون السلاحف شحال كيفوقهم؟ بكم يفوق عدد مفضلي الطيور على عدد؟ أربعة. 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 كاش ما بين أربعة وعشرة هي أربعة. ما بين عشرة وستة هي أربعة. إذن ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. إذن هي أربعة. كم عدد مفضلات الأرانب والكلاب معا؟ نجمعوهم يعني الكلاب والأرانب. كلاب كاين ثمانية. الأرانب ها هما هي 16. دير الشرطة هنا والكلاب ها هما. إذا كم عدد مفضلات الأرانب؟ إذا شحال بيناتهم؟ 16. 8 و 8 هي 16. ماشي بيناتهم خصنا نجمعوهم. جمعوهم كم عدد مفضلات الكلاب والأرانب بجوجهم يعني بجوجهم 8 قلت لك 8 و 8 هي 16. 16. يمثل الميبيان جانبه الريادات التي يمارسها تلاميذ الذكور بمدرسة ابتدائية كل هاد شنو هذا؟ مع كل معين يمثل خمس متعلمين. خمسة ديال المتعلمين هنا تنظر هنا هنا كانوا يديروا كل الجباتين تمثل تلميذين اثنين ماشي بحال اللي دايرين هنا هذه تمثل النجمين كل نجمتين تمثل على حسب ما داروهم هكا كيما داروا هكا كنمشي السوق حنا داروا غلط حنا ما حنا مشينا على داكشي. اذا كل نجمه كتمثل خمسه ديال التلاميذ هنا الريمي شحال كيمثلها شحال كيبغيها من تلميذ؟ الرماي هي خمسة. هي ايوا خمسة في واحد. خمسة في واحد هي خمسة. كرة القدم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. السبعة في خمسة تساوي خمسة وثلاثون. خمسة وثلاثون. العدو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. خمسة في خمسة تساوي خمسة وعشرون تلميذا. الجيدو واحد اثنان ثلاثة ثلاثة عشر. خمسة عشر. ثلاثة في خمسة قوليها. ثلاثة في خمسة هي خمسة عشر. قوليها قوليها تيا. خمسة عشر تلميذا. السباحة. واحد اثنان تساوي عشرة. اثنان في خمسة عشرة. تلميذا. الكاراتي. واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة في خمسة تساوي عشرون. عشرون تلميذا. احسب عدد تلاميذ الذكور بهذه المدرسة كلها. إذا. الذكور. زي ما رسوا هالتلاميذ الذكور بس كلهم راه ذكور. إذا. 20 زائد 10 30 30 زائد 15 45 45 45 زائد 5 50 50 زائد 25 75 75 زائد 35 زيدي 5 وخلي 30 75 زائد 3 أو خمسة. لا. 75 زائد خمسة. 75 زائد خمسة. إيه 75 زائد خمسة. هي 80. 80 80 زائد 30 اللي بقات هي. 80 زائد 30 هي 110. 110. تلميذا. كم متعلما يمارس رياضة الكاراتي؟ كاراتي 20. 20 تلميذا. ما عدد التلاميذ الذين يمارسون الجيدو والعدو؟ الجيدو والعدو شحال العدد ديالهم؟ 15 25 ها يعني تساوي 25 زائد 15 5 زائد 5 هي 10 هذا زائد 4 40 تلميذا. بكم يقل عدد التلاميذ الذين يمارسون السباحة هيا عن عدد الذين يمارسون كرة القدم؟ كرة القدم كم يقل شحال كينقص اللي كيمارسوا السباحة على الذين يمارسون كرة القدم؟ اللي كيمارسوا كرة القدم شحال؟
كيمارسو 35 واللي كيمارسو السباحة 10. 10 شحال الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو 30 ناقص 10 هي 25. 25 تلميذا سهلة، حيت 25 تنقص منها 10 35. 35 35 تنقص منها 10 شحال؟ هي 25. سهلة دغيا. يمثل مبيان جانبه عدد التلاميذ الذين قرروا قصصا، قرأوا قصصا عالمية بمدرسة ابتدائية. ها شوفوهم، شوفوهم تاني، مشوا لهذه الأولى. أنا قال لك كل كتاب كيمثل ثلاثة القراء، ثلاثة القراء. إذا هاد بلا عائلة، هاد الكتاب ديال بلا عائلة شحال قراوها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. خمسة في ثلاثة هي 15. 15 تلميذا. فانتين، شي حاجة سميتها فانتين. فانتين شحال؟ واحد اثنان، اثنان في ثلاثة هي 6. مغامرة في الميناء، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة في ثلاثة هي 12. مذكرات كاديشون، مذكرات شي فيلسوف ولا شي عالم، مذكرات ديال كان كيحكي المذكرات ديالو شنو كان كيوقع. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمسة في ثلاثة تساوي 15. هذه بحال هذه. كوزيت، كوزيت كوزيت واحد اثنان هي 6. هذه بحال هذه، بحال فانتين. البيت الصغير، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة في ثلاثة تساوي 24. هذه اللي كبيرة فيهم تتبان لي، هذه البيت الصغير يقول لك يقراوها كيعجبهم. هذه البيت الصغير، بيت صغير. احسبوا عدد التلاميذ الذين قرأوا قصص البيت الصغير. 21 تلميذا. ما القصتان اللتان قرأتا نفس عدد المرات؟ هي بلا عائلة وتادوس. أنا أقول لكم شكون هما، هادو مع هادي وهادي مع هادي. إذا ما القصتان هما بلا عائلة مع، مع من، مع مذكرات كاديشون، والثانية شنو هي؟ هي فانتين مع كوزيت. كوزيت. ما عدد قراء قصص فانتين ومذكرات كاديشون؟ فانتين كاديشون ومذكرات كاديشون. ما عدد قراء قصة فانتين ما بين هذه ومذكرات كاديشون؟ ما بين هاد 6 و 15 8. لا ماشي الفرق. ما عدد قراء قصات فانتين ومذكرات كاديشون بجوج معا 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 معا؟ شوف شوف معا 6 فانتين ومذكرات كاديشون 15. اذا 6 ها 15 زائد 6 كتساوي 21. 21 تلميذا. صافي، الى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.